بصي، هو الست دي كل حاجة في الكون، مش كل حاجة في البيت، ده كل حاجة في الكون. الست دي بالظبط عاملة للبيت زي نظام ايه؟ الأرض الناشفة اللي من غير زرع دي لو ما فيهاش ست. الست دي عشان يكرموها من جلال تكريمها عملوا لها عيد المرأة، وكل العالم عامل لها عيد الأم. فيعني لو حكينا شفه وكده عشان نتكلم عن الست مش هنقدر نقول في حقها اللي موجود فيها. لو هنتكلم ونكتب كتاب عن الست مش هيوفي كل الكلام اللي احنا عاوزين نقوله. الست دي لما نيجي نتكلم عنها هي ام حضرتك وامي، اختك واختي، هي خالتك وخالتي، هي زوج كل العالم، زوجة كل أب وأخت وأم، هي حنان ينطبق على كل قلوب العالم. أولا لو احنا بنقول عنها كلمة حلوة فكل الكلام الحلو يتقال فيها، بس أنا لو هأوفي يعني بكل الكلام اللي هقوله ما هقدرش أقول عنها ربع الكلام، فأنا بكتفي بالكلام ده. يعني مقولة كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، لا هو وراء كل رجل عظيم امرأة وقدامه امرأة، يعني الامرأة في حياته وراء وقدام. لأن مننا الشخص يعني واحد زي متجوز وعنده أطفال، أنا عندي مراتي دي هي بالدنيا كلها، هي بعد أمي وكل حاجة بس هي عندي بالدنيا كلها. عندي لما بيكون في عندي مشكلة في البيت مع مراتي ما بعرفش أشتغل، لما بيكون في مشكلة مع والدتي ما بعرفش أشتغل، لما بكون طالع من البيت والدتي سعيدة مراتي سعيدة بيكون شغلي أنا ما بكونش متوقعه، كل حاجة فيه بتكون كويسة. ربنا يبارك فيهم يا رب. المرأة يعني شيء جميل جدا في الدنيا، بالضبط هي بالنسبة للراجل كل حاجة. لو الراجل من غير مرأة أو من غير ست زي بالظبط الصحراء من غير زرع، زي البحور الناشفة. فربنا يكرم كل ست وربنا يكرم أمهاتنا كلها.